تأتي جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية دعما للحركة الثقافية في الإمارات ودول الخليج، وأيضا تحفيزا للطاقات الإبداعية للمرأة في هذه المنطقة. لذلك تعددت الحقول التي يمكن أن تشارك فيها المرأة الخليجية في الجائزة، في الشعر والرواية والدراسات الأدبية وأدب الطفل. طبعا نحن نستثمر وجود الفائزات بيننا في على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة لتنظيم ندوة أو تنظيم بعض الملتقيات الأدبية والثقافية، نطرح فيها بعض القضايا المتعلقة بالساحة الأدبية والثقافية في الإمارات والوطن العربي.